شال أهداء من أم مشعل الروالي إلى صديقتها أم ناصر الصقري بمناسبة خروجها بالسلامة من المستشفى. جانا السعد يا نظرها العين. جانا السعد يا نظرها العين والله بشارة سمعناها يوم الخروج بالسلامة الحين والله من الشاف يحماها والله من الشاف يحماها أنا أحمد الله في الحالة صحة بدما تمناها يا من يتلك أنف والعالم خروجك نوار لياليها خروجك نوار لياليها وإن كان لي الظلع عمرا حياتي تبدأ كما فيها يا غالية والغلا جسما يا رب تحفظها وتحميها يا رب تحفظها وتحميها مثل المطر نجد تحيي قلوبنا اللي سكن فيها أطلق قوافل جزلازل على المودة نظمناها على المودة نظمناها فقط وحصريا وأهل عرعر كرمها على استوديو تقليم الخليج على استوديو ربعك وكل أهلك الطيبين غلاك يسكن حنايا صديقتك حاجة ممشاها فيها الوفاة ثابت النسمين عند الروالية مغلاها عند الروالية مغلاها عبر مقارب قتل واحين الود والطيب يلقاها يا رب تحفظ من الغالين اللي على الطيب مبداها اللي على الطيب مبداها يوم الخروج بالسلامة الحين والله من الشاف يحماها والله من الشاف يحماها أنا أحمد الله في الحالة صحة بدما تمناها يا من يتلك أنف والعالم خروجك نوار لياليها خروجك نوار لياليها وإن كان لي الظلع عمرا حياتي تبدأ بما فيها يا غالي يا أم ناصر هلا والين كل الورود لك نذرناها يا من رجع كلنا سالمين طلق قمر انتظرناها طلق قمر انتظرناها صقريهم عرضت جاتين بالبدل والخير عرفناها من كل مكروه ومن كل شين يا رب تحفظ وتحميها يا رب تحفظ وتحميها مثل المطر نجد تحيي قلوبنا اللي سكن فيها أطلق قوافل جزلازل على الموتى نظمناها على الموتى نظمناها وأهل عرعر كرم هالين بقدوم الضاد لياليها وبعز وكل أهلك الطيبين غلاك يسكن حناياها غلاك يسكن حناياها يا أم مشعل لك تبارك صديقتك حاجة ممشاها يا رب تحفظ من الغالين اللي على الطيب مبداها اللي على الطيب مبداها 5 6 6 9 2 4 8 7 أو استوديو إقليم الخليج.